تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم. السلام عليكم. القادة وتخطيط القوة الناعمة، في حضراتكم حاجة اسمها القوة الصلبة والقوة الناعمة. القوة الصلبة الجيش، السلاح، الأمن. كلمة القوة الصلبة تشير بشكل أساسي إلى القوة المسلحة. القوة الناعمة تشير إلى الأدب، الثقافة، المسلسلات، الأفلام، الروايات، القصائد، الفن التشكيلي. كل القوة الناعمة مؤثرة جدا في شكل الدولة. يعني هوليوود، الإنتاج السينمائي في أمريكا ما يقلش أهمية عن القوة الصلبة، وقد يكون نفوذ أمريكا في العالم عائد إلى هوليوود أكتر مما هو عائد إلى البنتاغون، إلى وزارة الدفاع الأمريكية. فالدولة الحديثة بتشتغل على القوة الصلبة المتينة والقوة الناعمة القوية. يبقى عندها نجوم، تبقى البلد منورة، منورة بأدباء وشعراء وكتاب وإعلاميين ومثقفين وفنانين، تبقى البلد مضيئة لنفسها وللعالم. مصر كانت مضيئة قبل 52 وكانت مضيئة بعد 52. كان في نجوم كبار جدا قبل ثورة 23 يوليو، وكان في نجوم كبار جدا بعد ثورة 23 يوليو، وكانت أسماء مذهلة في كل اتجاه، مش عارف تلاحي الاسم ده ولا الاسم ده ولا الاسم ده. لو أدباء، أعلى سقف الأدباء كان موجود في مصر. لو شعراء، أعلى مستوى للشعراء موجود في مصر. لو مثقفين، أوسع الناس ثقافة ومعرفة واطلاعا كانوا موجودين في مصر. الصالون الثقافي اللي كان بيكون موجود قبل ثورة 23 يوليو بتلاقي نماذج مذهلة جاية تحضر الصالون الثقافي، نجم ورا نجم، وعالم ورا أديب، ورا مثقف ورا مفكر. وجامعة القاهرة كان رئيس الجامعة أحمد لطفي السيد، وعميد طب علي إبراهيم باشا، وعميد أداب طه حسين، وعميد علوم مصطفى مشرفة. اللي كان يقرأ الأهرام لغاية قريب كان يقدر يتميز المستوى المذهل للقوة الناعمة المصرية. من الصراع بين الأهرام والأخبار، هيكل ومصطفى أمين، للي يقرأ جورنال الأهرام فقط كل يوم فيلاقي أن السبت عنده الناقد الكبير لويس عوض، يوم الحد عنده يوسف إدريس، يوم الاثنين عنده توفيق الحكيم، يوم الثلاث الفيلسوف الكبير زكي نجيب محمود، يوم الأربع الأديب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي، يوم الخميس الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، ويوم الجمعة الأستاذ نجيب محفوظ. دي جريدة الأهرام وحدها في صفحة واحدة من صفحاتها. لما جت ثورة 25 يناير أدركنا قد إيه مصر ما بقتش منورة بالقوة الناعمة الكافية، وأن قد إيه بقى فيه ظلمات في مستوى القوة الناعمة المصرية. مسلسلات ركيكة، وأفلام ركيكة، وبرامج ركيكة، وفضائيات ركيكة، وكل ما هو سائد في مصر لا يليق أبدا في مصر ولا يليق أبدا بمصر. وبقت صناعة السفاهة بترعاها كبريات الشركات المحلية والخارجية، وبقى الإعلان يدعم الإعلان من أجل صناعة السفه، ومن أجل صناعة التخلف، ومن أجل الهبوط بالمستوى العقلي والفكري والأخلاقي ومستوى الذوق لدى المصريين. ودلوقتي بقت المعادلة واضحة جدا، كل ما يكون الذوق منحط كل ما يكون الدعم المالي والجماهيري لهذا الذوق أكتر، وكل ما تكون الثقافة ضحلة ولا قيمة لها كل ما يكون المشاهدة والمتابعة والدعم المالي أكتر وأكتر. لأن الأمر مخطط، لو الدولة مش منتبهة إنها تطور من ثقافتها وآدبها وفنونها وإعلامها، الآخرين منتبهين إنهم يدمروا ثقافتها وآدبها وإعلامها وبرامجها. دي المعركة الحقيقية، معركة القوة الناعمة، إن في ناس بتشتغل في الداخل والخارج على تسفيه الدولة المصرية وإهانة المصريين، ويبقى إعلام لا يليق وأدب لا يليق وثقافة لا تليق وسينما ومسرح ودراما
الكل لا يليق. ده في الوقت اللي فيه آخرين صعدوا صعودا كبيرا في القوة الناعمة، لدرجة إن دولة زي تركيا كانت بره السياق تماما. تركيا الآن بيشوف مسلسلاتها 500,000 إنسان. هي وقفة في القوة الناعمة المصرية، لازم نعترف أنها تراجعت كثيرا كثيرا. ولما تيجي بعد ثورة يناير وتشوف البلد ممكن تكون متفقة على مين من مثقفين ومفكرين وأدباء ورموز، تلاقي قليل جدا. ودلوقتي لما تشوف المشهد تلاقي أقل وأقل. فمصر دلوقتي في وضع من المؤكد أنه لا يليق أبدا في مستوى القوة الناعمة المصرية. البعض بيقول نطور، لكن شكل التطوير اللي بيحصل في الإعلام وغير الإعلام شكله مش ممكن إطلاقا يؤدي إلى قوة ناعمة مصرية قوية. فيبدو أن الناس اللي بتفكر في أن المشهد غير مناسب هم كمان بيفكروا بطريقة غير مناسبة. مصر لابد أن تملك قوة ناعمة قوية. كانت قبل كده إذاعة صوت العرب لوحدها بمليون سلاح في أن تخلي الصوت المصري موجود في كل عاصمة عربية. قبل كده كانت صحيفة الأهرام تحرك العقل العربي من المحيط إلى الخليج. قبل كده كانت الأسماء الكبرى من توفيق الحكيم إلى نجيب محفوظ مصدر إلهام للجميع. وقبل كده من فاتن حمامة إلى كبار الفنانين التشكيليين في مصر كان الكل موضع تقدير في العالم العربي. وقبل كده ولا يزال العالم العربي بيكن التقدير العظيم لأسطورة الفن أم كلثوم. ماذا عن مصر الآن؟ مصر 2016، مصر الحالية من ناحية القوة الناعمة. القادة في دول كتير جدا عليهم مسؤولية كبيرة جدا في تخطيط ودعم القوة الناعمة. بنشوف مثلا الرئيس الأمريكي باراك أوباما مرة شايل كتاب، طبعا مخطط انه هيمشي بهذا الكتاب سواء أراه أو ما أراهوش، ويطلع الإعلام يقول إيه الكتاب ده؟ يقول ده كتاب عالم ما بعد أمريكا. ده مين المؤلف؟ فريد زكريا. فالكتاب بيبيع أكتر وأكتر. يظهر الرئيس بمستوى اللي بيقرأ لكبار الكتاب في بلده، والكتاب يتم ترويج أفكار ومقولاته، والكاتب كمان يزداد نجومية على نجوميته. وقبل كده أوباما برضو كان ماسك كتاب عن القوة لعالم السياسة الشهير جوزيف ناي. فالكل قرى الكتاب، والكل بحث عن جوزيف ناي، والكل بدأ يشوف ماذا يقرأ الرئيس الأمريكي. وقبل أيام الرئيس فلاديمير بوتين، ليرمونتوف الشاعر الكبير يعتبر تاني شاعر بعد بوشكين في الاتحاد السوفيتي وروسيا، ليرمونتوف له أعمال أدبية كثيرة. فالرئيس بوتين 2014 أرى قصائد لهذا الشاعر الكبير. ومنذ أيام كان في مدرس اللغة الروسية خلاه يقول أبيات من شعر ليرمونتوف، وكمان بوتين كمل وبقى يقول مع أستاذ اللغة الروسية أبيات من شعر ليرمونتوف. مصر تحتاج إلى ذلك، تحتاج إلى أن الدولة في أعلى مستوياتها ينبغي أن تقدم الأدباء والمفكرين، أدباء جدد ومفكرين جدد وفلاسفة جدد وخبراء جدد ومثقفين جدد. ولابد مصر ترجع تاني تنور بنجوم حقيقية كبيرة في كل المجالات. ولا يناسب مصر إطلاقا أن يكون ده مستوى النجومية اللي موجود فيها، وأن الشهرة تكون لناس لا وزن لهم ولا قيمة لهم، والناس اللي عندهم وزن وقيمة أو ينبغي أن يكون لا إضاءة عليهم. إعادة توزيع الإضاءة في مصر ومنح الذين يعلمون ويعرفون ويفهمون ويدركون المكان اللائقة ضد تحالف عديم الموهبة الذي اختطف الكاميرات في مصر. بوتين في عامه 65، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيحتفل ومعه روسيا بعيد ميلاده 64 ليدخل إلى عامه 65. بوتين منذ ظهر شغل العالم، وهو حديث العالم، هو الرئيس الأمريكي، هو حديث العالم أكتر من الرئيس الأمريكي. نتيجة السياسة الخارجية الروسية بقت موجودة في كل مكان وموضع صدام نقاش. من هو فلاديمير بوتين؟
كيف وصل ضابط المخابرات إلى رئاسة واحدة من أقوى دول العالم. فلاديمير بوتين مش معروف كتير عن حياته الأولى، لكن هو خريج كلية الحقوق، وبعد ما أخذ ليسانس حقوق التحق بالمخابرات السوفيتية KGB أيام الاتحاد السوفيتي سنة 75. قعد ضابط مخابرات 25 سنة من 75 ل 2000. كان وقتها واحد من أذكى ضباط المخابرات في العالم، وكانت المهام اللي بيقوم بيها في منتهى الصعوبة، وكان هو من الضباط اللي موجودين عند سور برلين علشان يراقبوا الحركة بين الشرق والغرب أو المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. إذن بوتين اللي أخذ ليسانس حقوق دخل المخابرات السوفيتية، قعد 25 سنة ضابط مخابرات لغاية ما وصل لمستوى كبير في المخابرات السوفيتية، وصل إلى الرئاسة سنة 2000. كيف وصل ضابط المخابرات السوفيتية فلاديمير بوتين إلى الرئاسة؟ هذه قصة في 10 مراحل كالتالي. نمرة 1، 1987، زعيم الاتحاد السوفيتي ميخائيل جورباتشوف، كلنا نعرفه ونسمع عنه، اللي هو أدى إلى انهيار الاتحاد السوفيتي، لأنه كان من سوء حظ الاتحاد السوفيتي أن يكون في زعيم تافه زي ميخائيل جورباتشوف يتولى زعامة الاتحاد السوفيتي. ف87 الزعيم التافه جورباتشوف بيتكلم بقى عن المصارحة وعن الشفافية والتحول الديمقراطي وكل هذا الكلام، والناس متصورة أن الإمبراطورية ستبقى وأنها تكون أفضل مما كان. 2، شخص مغمور محدش يسمع عنه نهائي اسمه بوريس يلسن. فالشخص ده تجرأ، وطبعا هنا مليون علامة استفهام، ازاي يتجرأ واحد مغمور زي ده يواجه زعيم الاتحاد السوفيتي ميخائيل جورباتشوف، وتحداه في مؤتمر للحزب الشيوعي، وطلع قال له ان انت لازم تعمل ديمقراطية اكتر، ولازم يحصل تحول افضل، ولازم نمضي على طريق التحول الديمقراطي. مين بقى اللي يجرؤ؟ مين هو ده اللي يجرؤ يكلم زعيم الاتحاد السوفيتي ويزايد عليه ويخرج سليم من هذه المزايدة؟ فميخائيل جورباتشوف فصل بوريس يلسن من جميع مناصبه. 3، جورباتشوف رجع تاني بوريس يلسن غصب عنه، غصب عن جورباتشوف رجع تاني بوريس يلسن إلى مناصبه تدريجيا، بعضو البرلمان مرة تانية، وبعدين بقى رئيس برلمان روسيا السوفيتية. الاتحاد السوفيتي ده دول كتير جدا، من الدول دي رأسها طبعا روسيا، في أوكرانيا روسيا البيضاء، دول أخرى. هو بقى نائب في برلمان روسيا السوفيتية، ثم رئيس برلمان روسيا السوفيتية، ثم رئيس جمهورية روسيا السوفيتية، يعني رئيس تحت الرئيس، زعيم الاتحاد السوفيتي كله ميخائيل جورباتشوف، إنما رئيس روسيا تحت الاتحاد السوفيتي هو بوريس يلسن. النقطة التالية، سنة بقى 91، يلسن بعد ما تمكن، طبعا إزاي يلسن ده يجرؤ على زعيم الدولة الشيوعية الأولى في العالم، وإزاي إن بعد ما يتفصل يرجع تاني، وإزاي لما يرجع يرجع أقوى ويصل إلى منصب رئيس جمهورية روسيا؟ طبعا في كلام هنا إن هو عميل أمريكي، وإن كان في دعم ليه، وده اللي خلاه يتجرأ على جورباتشوف، وخلاه بعد كده يتجرأ مرة أخرى بقى على إسقاط الاتحاد السوفيتي. 91، بوريس يلسن قعد مع رئيس أوكرانيا ورئيس روسيا البيضاء واتفقوا على إنهاء الاتحاد السوفيتي، وبقى في هذه الحالة بوريس يلسن رئيسا لروسيا السوفيتية. 91، 92، الناس بتشتكي مين التافه ده اللي مسك روسيا بعد استقلالها، وبهدلة وحياة لا تحتمل إطلاقا داخل روسيا. الناس خرجوا 93، البلد كلها لما خرجت يلسن تحداهم وضرب البرلمان بالدبابات. وبعد كده في عصابة من 3 مثلث الشر حكم روسيا ودمر روسيا تماما. وقتها لو حضرتك عايش في روسيا في موسكو، لو مشيت بعد الظهر مش بعد العصر
تبقى عرضة للقتل، سرقة في كل مكان، الناس كلها عيانة تقريبا لأن كل ممتلكاتها بتضيع، بلد منهار تماما. الصومال اتنين، تخيل بقى الاتحاد السوفيتي ده يبقى الصومال اتنين، فالناس كانت في حالة صعبة جدا. مثلث الشر اللي هو دمر البلاد، واحد اسمه تشوبايس، تشوبايس ده كان نائب رئيس الوزراء، ده زي عاطف عبيد عندنا، باع كل حاجة. ده عاطف عبيد روسيا، باع كل شيء ودمر كل الاقتصاد بتاع روسيا. وبنت يلسن فاسدة ولصة مع تشوبايس، واحد اسمه بريزوفسكي، هذا الشخص بيحمل الجنسية الإسرائيلية وهو ملياردير روسي. فملياردير ونائب رئيس وزراء خصخصة وبنت الرئيس، التلاتة اجتمعوا على تدمير روسيا وسرقة روسيا بالكامل. بعد شوية حس يلسن ان الامور هتفلت والبلد هتقع، ولو وقعت ما يهموش البلد، لكن لو وقعت هو كمان هيقع وهيتسجن هو وبنته وكل اللي عمله هيضيع. ففكر في خروج آمن، جاب شاب مسكه رئاسة الحكومة، الشاب ده مسك رئاسة الحكومة، البلد ضيعة تماما، راح للبنك الدولي، البنك قال له ترجع عاطف عبيد بتاعهم بقى، ترجع تشوبايس مرة تانية، وباست البلد تاني من جديد، ورجع مثلث الشر يحكم روسيا من جديد. محاولة أخرى جه بريماكوف، وأنا قابلت بريماكوف في مالطا قبل سنوات وسألته على الفترة اللي كان فيها رئيس وزراء، وقال لي إن كان مستحيل الإصلاح. بذل بريماكوف جهد كبير جدا وهو رئيس وزراء روسيا، لكن لم يسفر عن شيء. العبقرية بقى اللي حصلت، المخابرات الروسية الوطنية قدرت تقرب بوتين ضابط المخابرات الذكي من الملياردير بريزوفسكي، لأن ده اللي بيختار الوزراء والحكومة. فلما قرب ضابط المخابرات فلاديمير بوتين من بريزوفسكي، خد ثقة العصابة ديت، فالعصابة دعمت بوتين، متصورة إن بوتين معاها وإن بوتين هيحمي العصابة مرة أخرى، وفوجئوا بأن بوتين هو الثعلب اللي قدر يخترق العصابة وياخد دعم العصابة. ده اختراق الاختراق، يعني دول عملاء، هو اخترق العملاء وكسب ثقتهم من أجل تأييده، وأول ما وصل للسلطة أطاح بالتلاتة وطهر الدولة الروسية ونقلها من حال إلى حال، من الصومال اتنين إلى القوة اتنين في العالم. هذا هو فلاديمير بوتين، خريج الحقوق، ضابط المخابرات، اللي في خطوات كتيرة جدا قدر مع جهاز المخابرات الروسي وبطريقة وطنية فيها دهاء مذهل أن يصل إلى العصابة التي تصنع القرار لكي تساعده، ثم انقلب على العصابة وطهر روسيا، ثم انتقل بها من حال إلى حال. سياسات بوتين في ناس كتير جدا معترض عليها، وناس معجبة بشخصيته مؤيداها، وداخل روسيا في مؤيدين كتير جدا وفي معارضة لها علامات استفهام، لكن من المؤكد أن بوتين قدر من ضابط مخابرات صغير إلى ضابط مخابرات قوي جدا، إلى منقذ لبلاده من الانهيار الذي كانت البلاد على وشك أن تنزلق إليه. ملعب الجولف الذي قد يبدأ الحرب العالمية الثالثة في بحر الصين الجنوبي، قلت لحضراتكم قبل كده إنه ممكن تنطلق منه الحرب العالمية الثالثة، وأخطر مكان في العالم هو بحر الصين الجنوبي والكوريتين. وارد جدا إن كوريا الشمالية تبدأ الطلقة الأولى في حرب قد تنهي هذا الكوكب. في تطورات في هذا الإطار، سنة 2016 كوريا الشمالية عملت رابع تجربة نووية ونجحت فيها، بعديها أطلقت قمر صناعي، بعدها نجحت في خامس تجربة نووية. إذن في حالة فزع في كوريا الجنوبية من اللي بتعمله الشقيقة السابقة كوريا الشمالية، صواريخ بعيدة المدى، قدرة على إطلاق أقمار صناعية، قدرة على الوصول حتى للأراضي الأمريكية نفسها، وكمان إن هم نجحوا في تفجير القنبلة الهيدروجينية. يبقى إذن كوريا الجنوبية في حالة رعب مما وصلت إليه كوريا الشمالية. مين حلفاء كوريا الجنوبية؟ الأمريكان. مين اللي يعني متهمين
بأن هم مع كوريا الشمالية الصينيين. إذن كوريا الجنوبية راحت للراعي الأمريكي علشان يقف معهم في مواجهة كوريا الشمالية، وعندهم طبعا حق أن هم يلجأوا لأي حد في العالم لأن وضع كوريا الجنوبية في خطر. أمريكا قالت أنها تديهم نظام اسمه ثاد. النظام ده منظومة صواريخ متطورة مضادة للصواريخ، تقدر تدمر منظومة الصواريخ الكورية الشمالية. فكوريا الجنوبية هتنصب الصواريخ الأمريكية ديت عندها لمواجهة كوريا الشمالية. لكن الصين فهمة كويس جدا إن الكلام ده مش هدف كوريا الشمالية وإنما هدف الصين. وأمريكا قربت خلاص على عتبة الصين، خطوة واحدة وتكون في الصين، فنصبت صواريخ متطورة دفاعية علشان لو دخلت في حرب مع الصين تبقى موجودة جنبها على طول في كوريا الجنوبية. اليابان مع كوريا الجنوبية مع أمريكا منظومة واحدة استراتيجيا، فاليابان طلبت نفس المنظومة، منظومة ثاد. الصين النهاردة قالت كلام قاسي جدا إن ده هيفتح أبواب الجحيم، إن وجود منظومة الصواريخ ديت هتفتح أبواب الجحيم في المنطقة، وإن الصين لن تسكت وأن الصين سترد. إذن بقى الخشونة اللي بين الصين وأمريكا وصلت لمستوى أعلى. الأول كان فيه دبلوماسية، فيه هدوء، فيه كلام معقول، دلوقتي الكلام العاقل بيتراجع والخشونة بتزيد، وأمريكا بتقرب والصين بتهدد. كوريا الجنوبية كانت اختارت مكان في وسط مزارع علشان تحط عليه الصواريخ ديت، منظومة الصواريخ ثاد. لكن الأرض دي كانت مزروعة بالبطيخ، والناس اللي هم مزارعي البطيخ عملوا مظاهرات وقالوا البطيخ هيبوظ وكمان صحة المواطنين هتبوظ، لأنه منظومة الدفاع الصاروخية دي بتكون موجودة هتؤثر على صحة المواطنين وعلى المنتجات الزراعية. بعد المظاهرات الحكومة استجابت ونقلت أو هتنقل هذا المشروع إلى ملعب للجولف. إذا من ملعب جولف هيتم وضع هذه الصواريخ اللي ممكن تكون بداية الحرب العالمية الثالثة. فتخيل من ملعب جولف رمز للرفاهة والرخاء والسلام، يمكن أن تنطلق الحرب العالمية الثالثة بعد أن أصبحت أمريكا على مقربة من الصين والصين تهدد بفتح أبواب الجحيم. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.